هي باش باش نقول لك في السوبر ليغ جابوا فريق واحد المستوى اللي هو كبير، يعني هذاك المستوى قادر اللاعبين باش يجيبوه، ولكن دخلنا في واحد في واحد في واحد الدوامه تاع تاع عياء ذهني كما تنقولوا، مع المباراه بقات الثقه تاعي فقدوها. ظن انه الرياكسيون اللي داروا الجروب هذا الاسبوع على وجه دوار الماتش غادي يزيد واحد الثقه اكثر. ظن انه الشغل ديالنا خاص يكون على الثقه وطرد الانفاس ديالك، الى رجعت ظن انه حتى المستوى غادي يكون كبير. بالنسبه لي انه لو في نقولوا تاع اليوم نقولوا ما كريناش دي زوكازيون بزاف، ونقول المستوى ماشي المستوى ديالنا. الانتصار كان اهم حاجه كما قلت لك في الدقه الاولى ولا الدقه الاخرى في هذا فدابا ماشي مهم، ولكن التحرر اللي شت اللاعبين وهذا الطاقه اللي غادي تزيدنا انه جيت مهمه. بالنسبه لي كمسؤول على الدراري ديالي انه الثقه لازمها خاصها ترجع، وظن ان الا رجعت عندنا امكانيات باش نرجعوا ثاني للمستوى ديالنا. بالنسبه لي انا تنركز دابا على النتيجه اللي انتصرت اليوم كما تنقولوا، الا نشوفوها بالنقاط انه كل شيء مفتوح الحين. المباراة هذه مباراة الافريق لا في الانتيريور ولا في الاكستيريور، هذا في بلادك ولا خارج بلادك، ظنوا الحدود متقاربة. احنا عازمين غادي نحاولوا ما امكن انه تما حتى وما نجيبوا نتائج ايجابيه. باقي ثلاثه الماتشات الفرق يكون حتى هما غيلعبوا بيناتهم، يعني كاع السيناريوهات. اهم حاجه كانت هو اليوم، لان اليوم ما جبتش ثلاثه النقاط غادي تصعب اكثر، ولكن اليوم تنظن انه بالتنقيط اللي كاين في الجروب انه كل شيء مفتوح، وكما عندك حظوظ خارج الملعب راه عندك حظوظ خارج الملعب.